أنا ريم صلاح من بعلبك، أنا جيت على مخيم تواصل، مخيم الشباب الصيفي للمعلوماتية 2008 لحتى أتعرف على ناس من جميع المناطق اللبنانية وأتعرف عن شو هن بيتصرفوا وكيف بيفكروا واكتسب معلومات منهم ويكتسبوا مني معلومات، مثل الشوف، برج البراجنة، مثل النبطية، وأصدقائي كمان من بعلبك. حبيت كتير الكامب لأني استفدت من معلومات الكمبيوتر معلومات الكمبيوتر اللي أنا حيفيدوني كتير بمستقبلي المهني، يعني أحب أعمل معلوماتية. وغير هيك كتير حبيت الكامب لأنه وقت جدية جدية، وقت المرح مرح، وإن شاء الله نضلنا مبسوطين ونبسط اللي معنا. أنا اسمي أميرة من مصر، بمثل صندوق الإنمائي الأمم المتحدة برنامج اقتدار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمنطقة العربية. النهاردة أنا موجودة في لبنان في آخر محاضرة ليا في المعسكر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي منظمة إجمع. المشروع بيهدف إلى تمكين الشباب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكينهم اجتماعيا. اقتدار كانت نازلة ببرنامج تمكين اجتماعي وبناء المواطن المسؤول. الشباب أخذوا بعض المحاضرات من خلال التعليم الغير رسمي وورش عمل عن طريق بعض الألعاب. الشباب بياخدوا كيف يكون تم إعداد برنامج انتخابي، كيف أهم مهارات الاتصال وتنظيم الوقت، أهم مهارات الحوار وبناء الصداقات. في خلال 3 أيام أدينا لهم كورس مكثف عن الحقيبة التدريبية تشمل هذه المهارات. وإحنا دلوقتي قدام أحد الألعاب اللي بينهوا بيها. المحاضرة بتاعتنا كانت بتنقسم لثلاث أقسام. قسم أول بيبدأ بالأنشطة التفاعلية، إن إحنا بنعمل بناء الفريق الاجتماعي ما بينهم. وتاني حاجة كنا بنلعب اللعبة الأساسية بتاعتنا أو المنهج الكورس الأساسي اللي من خلاله بيتعلموا بعض المهارات المعينة، وكنا بننهيها بحلقة نقاش مفتوح. الشباب بيبدأ يعبر عن نفسه وعن رأيه وحوالين قضايا متعددة، وكانت أهمها القضية محور هذه الحلقة أو هذا المحاضرة. شمال يمين شمال يمين يلا شمال يمين شمال اسمي نديم زكا. أنا من بيروت. أول شيء تعرفت على هالكامب بي قال لي بتروح بتتسلى. أنا أول يوم صراحة ما كثير تسليت، مشان بس كنا عم نتعرف على الجامعة University of Balamand. بعدين تاني وتالت يوم بلشت أتسلى أكتر وأكتر، وصار يطلع رفقة كمان أكتر. وهلا مثلا صرت أعرف تقريبا كل الناس بالكامب وكلهم رفقاتي، وكمان كثير مبسوط. عنا بنلعب فوتبول، بنعمل اكتيفيتيز مش كل اليوم على الكمبيوتر، احسن ما يصير لنا شيء.